بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اهلا بكم متابعيني. النهارده فيديو مخصوص للاطفال، عندنا خصومات اكتر من 50% كمان. كل بقى الحاجات الجميله والشياكه لمده السنه دي، خصومات بقى جامدة جدا. عندنا باليرينات، عندنا يا جماعة حاجات من أول 75 جنيه، وفي حاجات سعر موحد شكلها واو من الآخر، ولا البوتات بقى نازل سعرها جامد. تعالوا نتفرج عليها ونشوف الحاجات الحلوة، في حاجات مستوردة وفي حاجات مصري. بسرعة بسرعة يلا ندخل على الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ونبتدي على بركة الله. النهاردة جايين نصور من عند بيبي سوليتير. احنا فين بالظبط؟ أول حاجة احنا في محافظة اسكندرية، المنطقة اللي احنا فيها دي اسمها بكوس. الشارع ده شارع القومية العربية، مشهور بشارع خليل الحلواني. لو حضرتك جاية من الناحية دي يبقى ناحية الترام، هتنزلي في محطة بكوس الترام وتسألي على خليل الحلواني، هو قبل خليل الحلواني بيبي سوليتير. تعالوا بقى دلوقتي ندخل ونتفرج على كل الموديلات الحلوة والأسعار الجميلة. طبعا في تشكيلة جامدة وحاجات نازلة يعني أكتر من نص تمنها كمان. تعالوا كده نتفرج ونشوف. طبعا كده من البداية شايفين في بوت البناتي من 125 زي ما احنا شايفين، اشكال حلوة بجد يا جماعة، حاجة اخر جمال. بصوا بقى العسول والجمال ده. في كمان اهو الجوردن الاطفالي، بصوا الشياكة والجمال والحاجات بتاعت البيبيهات، الاسعار نازلة. تعالوا بقى جوه نتفرج ونشوف كل حاجة على عينك يا تاج. السلام عليكم. زي حضرتك عامل ايه؟ الله يخليك. بيبي سوليتير عامل خصومات جامده، عايزين نعرفها بقى. واحده بسم الله. بصي كده حضرتك، دوت اول حاجه البوت البناتي. البوت البناتي ده كده بيبتدي من اول 27 لغايه 36. تمام. المقاس، المقاس ده معمول من 345 نازل ل 195 يا جماعه، يعني اقل كمان من نص ثمنه. حاجه جميله قوي. وفي الوان منه؟ في الوان. الله ينور. كده في الافان بتاعه، بصوا بقى حاجه زي تكساس كده بقى والحركات دي. تمام. الله ينور. مجموعة برضو الموديلات ديت. البوت اللي عم اشرف كان ماسكه ده ب 150 جنيه. 150 جنيه. بصوا بصوا الجمال، والهافان بتاعه، هو والهافان بتاعه اهو 150 جنيه. بوت بناتي حقه السلك جامد. ده في حاجه زي كده الكعب ده اسمه كعب كعب الجولف. ايوه برضو نازل، برضو سعره برضو من 345 ل 195. في برضه حاجه ثانيه كده، في حاجه بقى الناس اللي بتحب التطريز والشغل ده، ده من 295 ل 125. 100 البوت ده يا جماعه، البوت ده ب 125 بس. ده كل المقاسات؟ ده كل المقاسات موجوده. الله ينور. 27 ل 36. تمام. بصوا بقى ستايل ثاني، ستايل ثاني برضه، حركات عوجان بقى. بصوا بصوا الحركه دي دوت. ايوه برضه حاجه تاكسس كده برضه. بصوا يا جماعه دي، ده برضه كده شغل اللي هو التاكسس. تاكسس برضه. تمام. الله ينور. ده برضه نازل ل 195 وده ب 150 جنيه. حلو قوي. بصوا الكعب كمان شكله عامل ازاي، الاسود بتاعه اهو، الاسود اهو. تمام. الله ينور. في برضه دوت الهافان والاسود بتاعه برضه موجود، اللي هو على شموع، على شموع جلد في شموع. تمام. الله ينور عليك. ده برضه نازل برضه لغايه 195 وده تحفه جدا. ده 150 جنيه ده من ورا برضه، حلو قوي. الله ينور. طبعا ده غير بقى برضو كده في دوت نازل، ده سعره بقى حركات الكاوبوي بقى. ده مفاجأة بقى. أيوة. مفاجأة بيبي سوليتير ده ب 150 جنيه. ده ب 150 جنيه بس، انتوا متخيلين؟ يعني بقى الحقيقات البنوتك، الحاجات الحلوة دي. تمام. احنا دايما نفتكر بيبي سوليتير بالأعياد، دايما بالحاجات الحلوة. بصوا يا جماعة، ده البوت المستورد. دخلنا بقى في الشغل المستورد بقى. ده نازل برضو من 335 ل 195. 195. الله ينور. حلو جدا. برضو في منه الوان، في حاجة كده منه، ده الفيل الاسود والافان بتاعه شيك قوي. ده برضو الاسود والافان، يعني برضو اما يبقى بوت مستورد ب 195 اطفالي حلو جدا. ده الاسود بتاعه. بصوا يا جماعة الاسود اللي فيه ستار ده حلو قوي. الله ينور. ده المجموعة بتاعته. بصوا بقى حاجه برضو فيرنيه، فيرنيه كده بتدي برضو ستايل وكابوتونيه في نفس الوقت، نفس يعني الوقت مدلعينكم. برضو مفاجاه برضو. ده 195 جنيه يا جماعه، ده ب 195. شايفين الجمال؟ تمام. بصوا يا جماعه الترتر بقى والحاجات الحلوه والفرو دوت. بصوا حاجه زي كده، حاجه زي الفرو ده، ده 195. 195 القسم ده بتاع الحاجات المستورده، كل ده صح كده؟ تمام. الله ينور. شويه حاجات مستورده تحفه بصراحه.
ندخل بقى بعد البوتات الجميله دي نتفرج بقى على ايه. قبل ما ندخل على الباليرينات وعلى الكوتشيات في برضو شويه بوتات كده حلوه. ده كده بيبتدي من 22 لغايه ال 26. ده ايه ده؟ 100 بس. بصوا يا جماعه من كام لكام؟ من 22 ل 26. من 22 ل 26 ب 100 جنيه بس. الفرو ده كده ب 125 جنيه. حلو خالص. حاجه برضو زي كده. بصوا الجمال ده نازل من 225 ل 150. 150 جنيه بس. وده 100. ده اللي هو ده 125. ايوه ده 125 في ايد حضرتك. وده 100. تمام الله ينور. ندخل بقى على شغل الكوتشيات. وعندنا بقى لاول مره كده كوتشيات سواريه وفي حاجات حلوه. بصوا يا جماعه بقى الكوتشي بقى ايه القمر ده. ده نازل من 300 ل 200 جنيه. من 300 ل 200 جنيه. الله ينور. بجميع الوانه. عندنا اللي هو في اورنج. عندنا الاصفر. في الازرق. وفي الازرق بتاعه. في الفوشيا. في الفوشيا للبنانيت. في برضو حاجه بقى اللي هو المطرز دوت برضو حلو جدا. برضو في الفضي بتاعه. في الفضي ده بكام ده؟ ده برضو ب 200 جنيه. يعني مجموعه الكوتشيات اللي قدامنا دي اي كوتشي ب 200 جنيه. 200 جنيه. برضو من 22 ولا؟ لا ده من اول 27 لغايه 36. من 27 36 وده كله حاجات مستورده. كله ده مستورد. امال ده بقى ده برضو نفس الشيء. بصوا بقى ده. بصوا بقى الشياكه. كده برضو. بصوا الجمال. الله ينور. ده برضو ب 200 جنيه. حلو قوي. تمام. ده كده المجموعه دي. برضو حاجات تانية كمان. في بقى تشكيله تانيه. هنا برضو كده. بصوا بقى ده نازل برضو جينز برضو في الروز. ده نازل من 250 ل 175 جنيه. الله ينور. من اول برضو 27 لغايه ال 36. تمام. ده كده في منه الوان ولا هو بس ده بالنسبه ده كده نازل اللون ده بس. في كده برضو الفوشيا حاجه كده برضو فيها زي سواريه برضو. ده برضو مفاجأة برضو بيبي سوليتير. ده شغل مستورد نازل من 250 ل 150 جنيه. ده بألوانه كلها. انا شايفه منه اهو البيبي بلو والجولد. وفي لون تاني اهو الموف. تمام ده. الله ينور. بصوا يا جماعه مجموعه ميكي بقى. ده ده نازل من 250 ل 149 جنيه. وده زيه؟ ده زيه برضه 149. بصوا ده نفسه. ده شيك قوي برضو. الله ينور. الجنس والابيض ويمشي على الالوان كلها بتاعته. تمام. دي ندخل بقى على الاولاد لازم ندلعهم شويه بقى. احنا دلعنا البنات. برضو كوتش مستورد. ايوه نازل دوت برضو ب 150 جنيه. 150 كوتش مستورد. وفي حاجه ثانيه كده برضو ده بالوانه حلوه. ده 175. في تمام. منه الكحلي وفي منه الاسود. في الاسود اهو. والمقاسات برضو من 27 لغايه 36. كل ده تمام. ماشي. حلو قوي. في برضو الكونفيرس الجينز دوت. ده برضو مفاجاه. ده برضو شغل مستورد نازل ل 150 جنيه من 275. ده بقى بيبقى سهل في اللبس قوي في رجل الولاد. وفي برضو ولا رباط ولا غيره. اتفضل. ده في حاجه كده بقى. جينز لون تاني. اغمق شويه. الله ينور عليك. ده كده الولادي. ده الولادي برضو. تمام. ده برضو شغل مستورد برضو. برضو عليه برضو مفاجاه. أيوة. ده برضو نازل ل 150 جنيه. حلو قوي. الله ينور. كل ده مستورد. كل ده مستورد. تمام. حاجات البيبي بقى البيبيهات المقاسات الصغيره موجوده. في برضو حاجه زي كده. ده برضو ده يعتبر حلو قوي. ده 225 ل 150 جنيه. 150 جنيه. الله ينور. حلو قوي. دي كده مجموعه البيبيهات. مجموعه البيبي. ولاد وبنات بقى. بصوا ده كمان تحسوه خفيف كده في رجل البيبي. برضه 195 جنيه من 350 جنيه. الله ينور عليك. طبعا ولسه احنا بنطلع بس عينه. في الفاترينا نقي اللي انت عايزاه. بالهبل ما شاء الله. كده برضو اللون ده برضو. بصوا العسل. ده نازل برضو بالوانه واشكاله. ايوه 200 ل 200 جنيه. تمام. حلو قوي. الله ينور. بصوا يا جماعه بقى المفاجاه الجميله دي. ده ب 125 الصغنن ده. كل ده مقاسات صغيره كلها. ده من اول 22 لغايه ممكن كمان يوصل معانا ل 36. لغايه 36. لغايه 36. حلو قوي. كل المقاسات. تمام. انا شايفه عندهم الارجوردون كمان. الموديلات بتاعته برده كلها اهي. تمام. جميله قوي والوانها حلوه. في عندنا ده بقى. عليه علامه النايكي اهي. بصوا يا جماعه نازل لكام؟ ده نازل ل 200 بدل 295. بصوا ده شكل وده شكل. في
في الابيض والازرق تحفه. برضو حاجه كده دوت نازل 250. ايوه 150. الله ينور. في حاجات كده بتاعه الكوره دي ولا مش موجوده؟ لا كوره لا. في حاجه برضو كده برضو ده سبورت رياضي برضو. ده كده نازل برضو ل 125 جنيه. 125 بس ده مستورة. ده مستورة. حلو قوي. الله ينور. بصوا يا جماعه دي باليرينا بقى ب 100 جنيه. بصوا بقى الباليرينات القمر بتاعه البنات العسلات. بسم الله الرحمن الرحيم. من اول 27 يا سيدي لغايه 36. بصوا بقى دي ب 100 جنيه. دي ب 100 جنيه يا جماعه. ب 100 جنيه بعد 210. بعد 210. بصوا بقى الشياكه كلها باليرينات. ده كده شكل اي باليرينا ب 100 جنيه. اي باليرينا هنا ب 100 جنيه. بصوا يا جماعه هوريكم الاشكال والالوان. اي باليرينا ب 100 جنيه بس الحاجات اللي هي الصيفي دي اللي هي دي 125. دي 125. بصوا بقى شيكه قوي برده. بصوا يا جماعه القمر دي 125. شيكي بقى بنوتك كمان خلاص الاعياد على الابواب. كل سنه وحضراتكم طيبين. ده برده جزء باليرينا مستوره. ايوه اللي فوق ده 125 جنيه. ده 125 بس ده بيبي ده ولا لا؟ برده من اول 27 ل 26. بصوا يا جماعه بصراحه حاجات اخر شيكه تبقى البنوته كده شيوكه من يومها. بصوا الشياكه كل دي باليرينات في الشنط. نازله من 95 ل 45 جنيه. 45 جنيه بس عليها هالو كيتي اهي. عندنا الابيض وعندنا الذهبي والفضي والجليتر. ده الجليتر ده بكام؟ 65. 65 و 75 ودي 75. شايفين الشياكه والقمره؟ تمام الله ينور. دي بقى برده مفاجاه برده. دي نازله خلاص 175 ل 75. ده ايه ده مقاس ايه ده؟ ده من اول 22 لغايه 26. من اول 22 26. 26. بصوا الجميل. تعالى افرجها لكم. دي المجموعه اللي فوق دي اكثرها. أيوة. 75 و 100. واللي تحت منها الجنسات دي بقى 125. الجنسات دي تحفه. في اللبس بقى 125. تمام الله ينور. ودي بقيه الباليرينات. كل ده برده كل دوت مقاساته بتبتدي من اول 22 لغايه 26. الله ينور. والحاجات السبورت بقى الكونفرس اولادي. برده تبتدي من اول 22 لغايه 26. الله ينور. في حاجات ب 125. بصوا الشياكه. بصوا العسل ده. في بقى الكونفرس دوت برده البناتي ده. ده ب 150 جنيه. 150 جنيه. الله ينور بجد. الله ينور. تمام. عندنا بقى مجموعة الاير جوردن برضو ما ننساهاش. بكام بقى يا عم اشرف؟ ده ب 200 جنيه ان شاء الله. ده ب 200 جنيه يا جماعة. ده مقاساته بتبتدي من اول 27 لغاية ال 31. الله ينور. تمام. وفي برضو موديلات بقية التكملة بتاعته الوانات تانية بتبتدي من اول 32 لغاية ال 36. حلو. ده بكام؟ برضو ب 200. الله ينور عليك. نفس الشيء هوريكي برضو حبيبتي. بصوا بالشياكة بقى والالوانات والحركات. بصوا الجمال. في كعب ملون اهو وفي كعب ابيض تقريبا. ب 200. ب 200. تمام. اطفالي برضو بصوا الجمال. في حاجه كده في برضو حاجه كده ابيض بقى ساده بقى. ده بقى خالص. ده كده حلو قوي. ده كده برضو بقى ده بيبتدي من اول 32 لغايه ال 36. تمام. بيكمل بقيه الشغل التاني. حلو قوي. ده بقى اللي هو حديث الولاده. ده بيبي بقى. ده وبرضو سعره جميل ومفاجاه ب 50 جنيه. ب 50 جنيه. جنيه. من عند بيبي سوليتير. تمام. وفي برضو حاجات تانية. ده كده برضو حاجات تمشي برضو اولادي. ده مقاس ايه ده؟ ده بيبتدي من اول 17 لغايه 21. يا نهار ابيض. ده ب 80 جنيه. ده ب 80 ده. ب 80. بص بقى. دي بقى البنوته دي الله. كده. ده كده بيبتدي برضو من 17 لغايه 22 او 21. تمام. ده سعره 80 جنيه. 80 جنيه البنانيتي ده. الله ينور. ايه القمر بقى الحاجات الحلوه دي؟ دي حاجات الاطفال. الله اكبر. من اول مقاس ال 17 لغايه ال 21. تمام. ولاد مدلعينهم وبنات مدلعينهم. انتوا بيبي سلوتير معانا سلوتير من وهو بيبي لغايه ما ايه؟ ويخش على طول المحل جنبنا يدخل على سلوتير. الله اكبر. من اول ما يتولد لغايه اما يجيب له ولاده تاني من اول وجديد في سلوتير. ربنا يبارك لكم يا رب. عندنا ده بالوانه وفي باقي الالوان جايه وفي اسود كمان موجود طبعا. وعلى الصيف بيبقى فيه حاجات تانيه بيبقى فيه ان شاء الله. ايوه احلى بكتير. ده الشتوي. ده الشتوي في حاجات بقى بتبقى مفتوحه. ده سعره 75. 75 بس. 75 جنيه ومحترم جدا. الله ينور بصراحه. الله ينور عليك بجد. وفي نخش على يا خلاص في هاف كمان مقاس صغير ده. انتوا ما سبتوش حاجه. لا ده برضه من 17 ل 21. بص يا جماعه الجمال.
الشياكة دي برضو سعره 75 جنيه. 75 جنيه طبعا 75. كل دي ببيهات اللي هو سن اللي من اول 17 لغاية 22 تمام. يعني من اول نقوله من اول 6 اشهر لغاية سنة ونص. سنة ونص تمام الله ينور. 75 جنيه. بصوا يا جماعة نيومان. نيومان ميني مان معلش. ميني مان ايوه ميني مان. دي جزمة جلد طبيعي. الله اكبر. بالالوان بتاعتها كده. بصوا يا جماعة الشياكة. دي نازلة من 260 ل 150 جنيه. جلد طبيعي. جلد طبيعي. لغاية 100 من هي من 260 ل 150 جنيه. 150 دي بقى مقاساتها ايه دي؟ من 22 لغاية 36. يا سيدي. 26. يبقى البيبي من يومه بيلبس الحاجة العظمة يعني. الله ينور عليك. تمشي معاه كاجوال وكلاسيك في نفس الوقت. تمام. بصوا بنات برضو عايزين نختم لكم بحاجه حلوه. ده برضو نازل من 225 ل 150 جنيه زي ما احنا شايفين لغايه مقاس 36. مقاس من اول 27 لغايه 36. الله ينور. طبعا كلها. كل الالوان بتاعته طبعا يا جماعه. مش ده بس, ده احنا عندنا فاترينا ما شاء الله ملغمه شوزات للاطفال, حاجات كلاسيك صح يا باشمهندس, وحاجات كاجوال. بصوا بقى الكلاسيك وكوتشيات عشان لو في مناسبه بقى ولا حاجه, وبوتات. الله ينور. فرجهم بره بوتات اهي زي دي كده. بصوا الشياكه. وهنا بصوا برده جلد طبيعي. جميله قوي دي, حلوه قوي يعني. بصوا مفيش حاجه مش موجوده. شاكرين يا عم اشرف. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ربنا يخليك يا رب. ربنا